إذن انتهت القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مدينة ليفيف الأوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني أنه بحث مع أردوغان اتفاق تصدير الحبوب والابتزاز النووي الإيراني في زابوريجيا، وكذلك مسألة سرقة الحبوب الأوكرانية، إضافة إلى قضايا التعاون الدفاعي. وأكد الرئيس الأوكراني على ثقته في أن توسيع التعاون مع تركيا يصب في صالح الطرفين. أهلا من جديد. بداية أعتذر من ضيفي السابق سيد محمد العبدالله، كنت أظن أنه سيبقى معي في هذا المحور، وأعتذر من المشاهدين، لكن ضيفي الآن الباحث في العلاقات الدولية السيد محمود علوش. أهلا بك سيد محمود. أهلا. سيد أهلا محمود، مساء الخير. إذا أردنا أن نتحدث عن تقييم هذه القمة، تقييم النتائج المحتملة منها أو النتائج التي تحدث عنها الرئيس أردوغان وتوقيتها أيضا. يعني طبعا بدايه مساء الخير، طبعا القمه مهمه جدا، لا سيما انه تاتي بعد عده اسابيع على اتفاقيه الحبوب التي تم رعايتها وابرامها في اسطنبول برعايه من تركيا والامم المتحده، وبدا انه فعلا اليه اسطنبول لتصدير الحبوب الاوكرانيه تسير بشكل جيد. الان الاهداف التركيه هو تطوير الان الخرق الذي حصل في اسطنبول قبل اسابيع من اجل اعاده دفع مساعي التسويه السياسيه بين روسيا واوكرانيا. من الواضح الرئيس رجب طيب اردوغان ابدى استعداد تركيا خلال يعني المؤتمر الصحفي مع الرئيس زيلينسكي على تسهيل اجراء مفاوضات بين روسيا واوكرانيا، لكن بطبيعه الحال يعني هذا الامر بتقديري واجه الكثير من التعقيدات، لا سيما انه التصعيد العسكري بين موسكو وكييف لا يزال موجود على ارض الواقع، وعمليا يعني لم يتراجع هذا التصعيد ولا يبدو انه هناك بوادر على امكانيه تراجع هذا التصعيد. الامر الاخر حقيقه انه الامم المتحده الان يعني تشارك في أو تدعم الجهود التركية بشكل رئيسي، يمكن هذا الأمر أن يعطي بعض الدفع لمساعي الوساطة التركية، لكن بتقديري حتى الرئيس أردوغان كان واضح في المؤتمر الصحفي عندما دعا العالم إلى دعم جهود التسوية السياسية. رغم كل ما قامت به تركيا منذ بداية الحرب وحتى اليوم، إلا أن هذا الأمر لم يكن كافي لإمكانية فعلا وضع عملية سياسية أو إنشاء عملية سياسية يمكن أن تفضي في نهاية المطاف إلى عملية سلام. لكن يعني لاحظ معي سيد محمود بأن هذه الزيارة للرئيس التركي هي زيارة ربما الوحيدة لمسؤول على هذا المستوى لأوكرانيا، لا نقول حسما بأنه حليف لأوكرانيا، يعني تركيا منذ البداية لعبت هذا الدور الحيادي المشي على هذه الشعرة الرقيقة جدا إن صح التعبير. هل يمكن أن ينتج ذلك شيئا ايجابيا في المرحله المقبله باختصار؟ يعني بتقدير تركيا تمارس فن الممكن في الصراع الروسي الاوكراني، ما استطاعت تركيا ان تفعله منذ بدايه الصراع بالنسبه لها على الاقل هو الحد من تداعيات الصراع الروسي الاوكراني عليها، وكان هذا الامر يكتسب اهميه كبيره بالنسبه للرئيس رجب طيب اردوغان. كما تعلمين تركيا لديها علاقات مع اوكرانيا، لديها ايضا مصالح مشتركه ومتعدده مع روسيا، وبالتالي سعت التوازن ما بين الامرين. هذا الامر يعد حيوي بالنسبه لنهج التوازن التركي في الصراع الروسي الأوكراني. الأمر الآخر يعني إلى حد كبير أيضا تركيا استطاعت أن تحد من تداعيات الأزمات الناجمة عن الصراع الروسي الغربي، إن على مستوى أزمات الطاقة الآن أوروبا تعيش أزمة طاقة، إلى حد ما أوروبا يعني تركيا تبدو منعزلة نسبيا عن أزمة الطاقة، أيضا على مستوى الإمدادات الغذائية وما إلى هنالك. لكن بنفس الوقت بتقديري خلال الفترة الأخيرة أحدث التقارب الروسي التركي لا سيما بعد قمة سوتشي والاتفاق الروسي تركيا على تعميق العلاقات الاقتصادية أثار نوع من الشكوك حول نهج التوازن التركي، لأن هذا النهج بدأ يميل إلى جانب روسيا بشكل رئيسي. لذلك زيارة الرئيس أردوغان إلى أوكرانيا في هذا التوقيت مهمة جدا، هي للتأكيد على أن تنامي العلاقات مع روسيا لا يعني بأنه تركيا ستتخلى عن نهج التوازن. أيضا كان هناك تأكيد على التحالف مع أوكرانيا، وكان هناك بالمناسبة اتفاقية لإعادة الأعمال. عن الموقف الأمريكي، هل ستسمح الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الهامش للأتراك في هذه المرحلة باختصار؟
يعني على ما يبدو أنه الخطوات التركية الأخيرة تجاه روسيا أثارت امتعاض غربي، ما شاهدنا حتى في بعض الصحافة الغربية المعروفة فاينانشال تايمز نقلت عن بعض المسؤولين الغربيين بأنه الغرب يفكر حتى في فرض عقوبات على تركيا كرد فعل على تعميق التعاون الاقتصادي. بتقديري إذا ما وجد الغرب بأنه بدأ بوتين يستفيد من العلاقة مع تركيا من أجل التهرب من العقوبات أو إفشال العقوبات الغربية أو إضعاف استراتيجية العقوبات، بتقديري سيكون هناك ردة فعل غربية تجاه هذا الأمر، لكن في نفس الوقت يعني أي ردة فعل غربية ستعمق من اللي هو الموجودة أساسا بين تركيا والغرب. هناك يعني من الواضح أن الدول الغربية تسعى منذ بداية هذا الصراع إلى استمالة تركيا أو على الأقل إلى ربط النزاع في تركيا، شاهدنا في قضية توسيع الناتو، لا سيما أيضا هناك مسألة مهمة باختصار، دور تركيا مهم في العملية السياسية الجارية بين روسيا وأوكرانيا، وهذا الدور أثبت أهميته بالنسبة للعالم لا سيما في مسألة اتفاقية الحبوب. صحيح. إذا سنرى في الأيام المقبلة إن كانت المناورة التركية هذه ستنجح هذه المرة. محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا في الاستوديو، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا مشاهدينا، شكرا جزيلا على طيب المتابعة. سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.